تمام للغبريك اللي معانا تو اللي هي غبريك لاكتواليتي. هو موضوع يطرح نفسه بنفسه، احنا قلنا اكتواليتي على خاطر هذايا الواقع اللي احنا نعيشه فيه، بين انحباس او احتباس حراري لشح كبير في المياه اليوم. خالد العيادي المهندس الفلاحي هو اللي باش يجاوبنا على تساؤلاتي انا وتساؤلات الشارع، خاطر احنا ننقلوا صوت الشارع التونسي. قداش عنا سي خالد احنا في الشح هذايا؟ والله مستمره 5 6 7 سنين توا عنا عايشين فيها. عايشين فيها تداول حلقات مستمره، معناها طولت شويه واثرت الحق على الفلاح، على الفلاح، على نفسيه الفلاح وعلى نفسيه المواطن، كله يدور حول الفلاحه وحول خاطر هذيك مش نستقاتوا هما، هذيك محصولهم اللي باش يبيعوه لنا لينا نحنا، واحنا باش نشريوه بالسوم اللي احنا مستنسين به. احنا نلقاو الاسعار مشطه، الفلاح يقول لك انا بيدي قاعد نسقي. بالضبط بالضبط، كان فما ماء هذا يسقي، كان فما ماء اذا طبعا قداش عنا قلت لي 6 7 سنين بطريقه تدريجيه. بطريقه تدريجيه وضعنا المائي اليوم. والله وضعنا المائي ماذا بيا ما ركزوش عليه برشا توا، كي تشوف الاستاتيستيك اللي يهبطوا من المرصد الوطني للفلاحه، عندنا من جوان لليوم فما المخزون نتاع الماء نقص ب 30%، معناها عندنا تقريب 520 مليون متر مكعب مخزون نتاع مياه في السدود نتاعنا. ما نحبش نركز عليه هذا، علاش؟ ما توجعنيش. بالضبط، اليوم نفوس بالحق ياسر ستريسي، الفلاح ياخر ستريسي. خلينا نحكيوا على الحلول بما انه فما حلول. ولازمنا نفهم وضعيتنا الراهنه سي خالد لهنا، على خاطر المواطن يتهم الفلاح اللي هو غلة، ويتهم الانترميدير اللي هو غلة في سعر الخضرة وفي سعر القمح وفي سعر الشعير، والسعى يغلي، وهي كلها حلقة مربوطة ببعضها. اللي كي تجي ترجع تلقاها يعني نقص في الأمطار، ما فماش غيث نافع، إن شاء الله ربي من علينا، ربي يا ربي يرحمنا ويكرمنا بالغيث النافع. حلقة مربوطة ببعضها، يعني ما عندك شكون تلوم لهنا، تلوم روحك كمواطن اللي ممكن تصرفاتنا الغالطة تجاه الطبيعة هي اللي وصلتنا للنقطة في العالم كله، راه مش كان تونس. بارك الله فيك، جيت للنقطة المهمة. هما المتدخلين والمتدخلات برشا في اللي عايشينه اليوم، والباز نتاعو الأساس نتاعو هو الإنسان وتصرفاته مع الطبيعة. اللي وصلنا له اليوم راهو تو يمكن نتفاجئوا التسلسل اللي ما حبش يقص نتاع انحباس المياه ونتاع الحراره، ماشيه دو بيغ امبير. اما صفاء راهو كيما توا اليوم نحكيو على 2030 و2035 يمكن باش تكون فما زياده في معدل الحراره بدرجه ونص ولا درجتين، كيما راهو اللي عايشينه اليوم 2010 و2005 راهو كانت فما سيت توندونس سيت فيزيبيليتي. منين جايه هي؟ على خاطر التصنيع، على خاطر انتاج المحروقات، التلوث، الفلاحه والاستعمال المفرط نتاع المبيدات طبعا. دونك هذا الكل وصلنا اللي احنا فيه، دونك سي بريفيزيبل اللي عايشينه اليوم، متوقع متوقع، وما زلنا باش نعيشوا حلقات وازمات مماثله، ربي خففها علينا، مي عايشين هذيك سي لا توندونس. واليوم حتى الأونو يحكيوا على راهو وصلنا ان افوندرومون كليماتيك، اختلال، معناها كاريمون اختلال نتاع حراره. نعطيك معناها لي ستاتيستيك اللي صاروا جويليا 2023 كان اعلن انه اسخن شهر على الكره الارضيه. في بين 56 في تونس، في بين وقفنا غادي، اوت جاء بعده اسخن اوت في على الكره الارضيه، وكل شهر جاي كله اسخن شهر. اكتوبر سي اسخن اكتوبر على الكره الارضيه، و2023 باش يكون العام الاسخن. دونك سي اون توندونس اكيد 2024 باش يكون اسخن. بالضبط، دونك يلزمنا ناخذوها بعين الاعتبار ونبدلوا شويه في الممارسات نتاعنا، على خاطر زادة هذايا الكل، هذا الكل جاي من الترشيد نتاع كل شيء، الترشيد نتاع التصنيع، الترشيد نتاع استعمال المبيدات. لا توندونس تو اليوم كانوا الفلاح مسكين بالعمل نتاعو جاهد وعمل راهو نبيل جدا، خاطر هو اللي يوفر في التغذيه للانسان بصفه عامه. زاد حتى عاده الانسان تغيرت، نحبوا الطماطم في كل فصل، ونحبوا الفلفل في كل فصل، ونحبوا الكعبه الكبيره والمزيانه، ونحبوا الدلاع في ديسمبر، والعنب في جانفي. دونك شو اللي صار؟ اللي صار انه وقع تسلسل
نتاع هكا الشركات نتاع لوبتونسيون اللي تلوج على دي فاريتي جديده. فارياسنا اي فارياسنا الكوتيديان نتاعنا. بالضبط بالضبط ياسر. حتى سيستمنا الغذائي فارياسناه. هكا لو ناتوريل بعدنا عليه كل شيء ولا ولينا كيما قلت لك مربوطه ببعضها سيتون ابيتود. ومن بعد الفلاح يحب ينتج بدري قبل الفصل باش يبيع باغلى أغلى. يحب الكعبه الكبيره يحب الفاريتي اللي تكبر اكثر. دونك هذا الكل اش خلى؟ خلى نتعاملوا افيك ان فيجيتال مع نبته با فورسيمون متاقلمه مع المناخ نتاعنا عندها صعوبات كبيره. ارتيفيسيال نوعا ما؟ ما نحبش نقول ارتيفيسيال برشا عباد مش يتقلقوا. اما نقول لاكسيليراسيون التسريع نتاع في نموها نتاع استنباط دي فاريتي جديده اسرع من العادي. دونك شنو هو؟ نجيبوا دي فاريتي بارفوا ما همش متاقلمه مع المناخ دونك تمرض برشا دونك يلزم نداويوها الى اخره برشا مصروف وتولي ان سيركل فيسيو. عطينا نقطه الامل تو احنا مقتنعين بشح المياه ما فماش مطر في العالم الكل انحباس حراري يعني من القطب الشمالي وصولا للقطب الجنوبي. هل فما حلول اليوم خلينا في تونس اسكو عندنا حلول؟ احنا الحل الوحيد اللي لقاوه هنا يقص علينا في الماء دون سابق انذار. تبدا تدوش يقص عليك الماء. شوف صباح ليل قايله انت وزهرك. شوف مش تبرير اما كي تشوف انت كيفاش ماشي النقص نتاع المخزون نتاع المياه اوبليغاتوارمون راهو ما نقولش فما تعسف في قصان الماء. مش تعسف اما وكان هذا الحل البسيط الحل الوحيد الحل المباشر دون سابق انذار يخسر عليك سكر فانت الماء. شوف يا اخي هذا حل في عوض نشوفوا حلول بديله اخرى. شوف طرق اخرى العالم تطور ولقى حلول واحنا نقصوا في الماء. اختي صفاء الحلول والتغيير لازم يكون تدريجي. وانا جبت لك قلت لك اللي عايشينه سنه من 2005 و2010 متوقعينه. دونك فما شركات اجنبيه وفما ان ديفلوبمون خدموا للوقت هذا. دونك الحلول موجوده معناها نحب الحلول راهو في تنقيص استعمال الماء والا التعامل مع شح المياه بالنسبه للفلاحه موجوده. يزيدوا نقصوا لنا هم ديجا يضعفوا فيه في وسط النهار. ماهوش تهكم على السونيد او عارفين الموارد المائيه نتاعنا شاححه وعارفين احنا نعيشوا في نقص مائي كبير. اما في اوقات الذروه نتذكر في جويليا واوت في رمضان بعد شقان الفطر وقت خصيت تقول مستقصدينا وقت غسيل المعون يسكر علينا الماء يا رسول الله. خاطر باش نعطيك نقطه مفصليه لهنا عقليه المواطن التونسي كي تقول له نمشي نقص عليك الماء يعبي البيدن والدبابز والبانوات نتاع الدنيا والدين اللي خلقهم ربي الكل وما يكونسوميهمش وبعد يلوحهم. اكزاكت حتى غلطه المقاربه لهنا. اعطينا حلول اخرى. الحلول هذه تو انت تحكي على المستهلك والمواطن العادي في داره هذاك الماء. بون فما مخزون ما نحبش نخلي روحي في مكان السوناد. بون لازم الاعلام قبل ما تقص والا في تقسيم اوقات القصان والا لا ديستريبيسيون تاع الماء. دونك هذاك مخزون ويعلم بهم ربي كيفاش قاعدين يحسبوا فيها ويكلكلوا فيها مع احترامنا ليهم طبعا. وتحليه مياه البحر فما برشا ديزيفور قاعده تصير باش بور كومبلي هالنقص الموجود. بالنسبه نتصور تحليه ماء لمياه البحر اما يتكلفوا يتكلف غالي يتكلف برشا يتكلف غالي. خلينا نحكيو على الفلاح العادي بسيط. الفلاح العادي اللي مشى في نسق نتاع تطور الفلاحه نتاعو ما غير ما خذا بعين الاعتبار ليكيليبر دو لا ناتور. تو انا نخدم مع مجموعه نتاع مهندسين وخبراء باش نقربوا هاللي سوليسيون للفلاحه وشعارنا راهو نرجعوا للطبيعه حقها. راهو اللي احنا فيه اليوم راهو على خاطر بعدنا على اعطاء الطبيعه حقها. نعطيك ابسط شيء. اليوم وليت تعاملنا مع التربه كاينها سي ان سوبور. التربه هي سوبور باش تحط فيه نبته اعطيها الماء اعطيها التغذيه باش تنتج لك. الوغ غالت كومبليتمون وحشاك دينا. والاشكال الكبير راهو في تعاملنا مع التربه. راهي التربه اختي صفاء فيها تقريب ما يقارب 25% من البيوديفرسيتي من الكائنات الحيه اللي هي موجوده في الكون هذا. دونك التربه فيها حياه والحياه اللي في التربه سبحان ربي اجعلها باش تخلق هيك ليكيليبر. فما دي شامبينيون وبكتيريات هما يعاونوا في النبته باش يحميوها من الامراض باش يعاونوها على امتصاص مواد غذائيه يعاونوها على امتصاص الماء. دونك احنا بالمعامله نتاعنا مع التربه الحرث الاكسيسيف المداوات الحشائش مداوات المبيدات
قتلنا هيك الحياة، اللي كانوا هما جنود ما نشوفوهمش يعاونوا فينا على الانتاج وعلى الكليبر وعلى تحمل نقص المياه قضينا عليهم. دونك من بين الحلول، من بين الحلول انه ارجاع هالكائنات الحيه للتربه، لتربتها بالضبط. دونك اليوم مالوروزمون تتقال مالوروزمون من ناحيه، مي اوروزمون من ناحيه اخرى، خاطر فما اون سوليسيون، قاعدين اليوم نشريو في دي برودوي ريش من الكائنات الحيه باش نحطوهم في التربه لحمايه، نرجعوا الحياه، تنشيط التربه. التربه اليوم لازمنا باش ننشطوها، ننشطوها بكائناتها الحيه. عندنا اشكال اخر في تونس اللي هو الماتير اورجانيك، المواد العضويه ناقصه برشا في التربه. دونك اليوم من بين الحلول انه الفلاح يرجع للاستعمال نتاعها كالمواد العضويه، المواد العضويه نقولوا الغبار، احنا الغبار بقايا الحيوانات مهم طبعا جدا، على خاطر هيك البقايا الفضلات، الفضلات هذوكم هما يشدوا كي ليبونج، يشدوا الماء، يبسوربيو الماء، وهما بطريقه غير مباشره تغذيه لهيك الكائنات الحيه اللي كلهم يخدموا في صالح التربه والنبته، صالح النبته اللي باش تعطينا الانتاج نتاعها. دونك اليوم كان نقولوا خلينا نكونوا واضحين وواقعيين. اليوم شنو هو؟ اليوم شح ونقص الماء اختي صفاء راهو في الكميه، اما زاد بالنسبه للفلاح في النوعيه، نقص الماء راهو سيستيماتيكمون يعطي ملوحه تملح نتاع الماء. الماء. دونك ملوحه للماء، دونك ملوحه للتربه، دونك وضعيه اصعب للنبته باش تتاقلم، هو شويه الماء الموجود وتزيد تعطيه لها مالح صافي بوكو، معناها النبته باش تبدا ستريسي وتنتج اقل من الامكانيات نتاعها. دونك فما مواد معناها اليوم اللي تتعطى منها باش تحسن الشدان، معناها كي ليبونج تشد الماء في التربه، دونك انت الكميه اللي باش تعطيها عوض تتبخر بسرعه وتهبط للاعماق بسرعه، هما باش تقعد مشدوده باش هكا تبدا النبته والعرق يمص بشويه بشويه. هذه ناحيه، فما دي برودوي اللي هما يخليوا النبته في اريحيه مع تواجد الملوحه نتاع الماء، دونك يكسر يفتفت عناصر الملح والمكونات اللي موجوده في الماء باش النبته تمتصهم بطريقه خير. فما دي برودوي اخرين، وهذه التكنولوجيا راهي طبيعيه وثابته، فما دي برودوي ترشهم على النبته تخلي هيك الثقوب الاستومات اللي موجودين في الورقه اللي تتنفس منهم النبته واللي يتبخر منه الماء، الرطوبه وين تصير؟ وين التبخر يصير؟ دونك تولي هكا البرودوي يبدل الفيزيولوجيا نتاع النبته باش هي تتحكم في تسكير هكا الثقوب باش الماء يتبخرش برشا، تحافظ على شويه الماء اللي فيها، اللي تحافظ فيها. دونك تبعد على الاجهاد والستريس. دونك اليوم احنا شو نقولوا؟ معناها الفلاح في وضعيه صعبه في الظروف هذه. صحيح. تزيد صعوبة الوضعية أنه الفلاح، ونقولها معناها أوني توس ريسبونسابل باللي صاير هذا. صحيح. الفلاح اليوم في وضعية كثرت عليها لي برودوي وكثروا عليه لي بروبوزيسيون، واللي جاي يدخل على الفلاح على خاطر منظومة الإرشاد الفلاحي اللي كانت مسكتها الدولة، عارفين نقطة ضعف الفلاح هما تو نقولها بلطافة أكثر، بكل سلاسة أي نقولها بلطافة أكثر، معناها الفلاح اللي تو أنت أختي صفاء غدوة تولي فلاحة، عندك كل يوم يدق عليك زوج ثلاثة دي تكنيكو كوميرسيو فورنيسور، وكل واحد يقول لك يقترح عليك. بون لهنا فما راهو برشا باهي، راهو اليوم مسؤولية، أنا متأكد أنه إطاراتنا ومسؤولينا وكفاءاتنا طبعا، كفاءاتنا اللي في الستركتور الحكومية في الإدارات الجهوية نتاع الفلاحة، وإلا الإطارات اللي في البريفي واعيين بصعوبة الوضع على خاطر حبينا ولا كرهنا في الاخر راجع علينا. يا اخي الفلاح ماهوش مستهلك، يا اخي الفلاح ماهوش هو بيدو عنده خالنا بونا جارنا، هو الفلاح مسكين هو بيدو زادة يستنى كل محصول من العام للعام باش يخلص اداءاته، باش يخلص قرض البنك، باش يخلص الخدامه، باش يخلص روحه، دونك هو بيدو هنا في عنق الزجاجه، ومعاه المواطن زادة كيف كيف اللي هو يتشكى ويتذمر من شح الماء، من غلاء الاسعار، دون الرجوع بالنظر انه هذاك راه تبعات اخرى وراه اسباب اخرى اللي بالحق ساعات المواطن العادي يجهلهم وما يعرفهمش. مشكور انت اليوم سي خالد طبعا العيادي، اليوم عطيتنا هكا لمحه بسيطه، ان شاء الله لنا موعد اخر ان شاء الله تكون موجود معنا انت وتزيدوا نحكيوا باكثر تفاصيل على ممكن شنو ما الحاجات اللي تصيب النبته ولا الشجره ولا المشله. بالحق ربريك محليها فلاحيه تكون، مع احترامنا للثانيه بس ما ندخلوش في اختصاصات الغير. تحياتنا طبعا ابو بكر بن عكيشه وكل الفريق العام في الثانيه.